فينيسيوس جونيور سيكون أول لاعب ينفذ الركلة الأولى، لاعب ربما نقول أعصابه من حديد. قد تكون الركلة الأولى هي الأهم. تسديدة قوية وجميلة، ثقة واضحة عليه وكرة في منتهى الروعة. والآن الدور على غولو كانتي، يلعبها في العارضة. لعبة جميلة لكنه لم يكن محظوظ، ضربة ضائعة. فرصة التقدم بفارق هدفين. والكرة إلى الجانب الأيمن. الآن الفارق ركلتين. ثاني اللاعبين مسددين. يتصدى لها الحارس. تصدي غير عادي من حارس المرمى، يجعل زملائه يفتخرون بهذا التألق، بهذا الإنقاذ. تسديده في منتهى الروعة، في منتهى القوة، بدان أنه مستحيل التصدي لها. غينيا، هل هي كرة التعادل أم الخسارة ونهاية كل شيء؟ غينيا لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. كرة أخيرة تهدي الفوز للفريق. منافسة قوية جدا في التسعين دقيقة، بعد ذلك في الأشواط الإضافية، والآن في ركلات الترجيح. She's a